مرحبا، هذه حلقة جديدة من برنامج فلاش. رمضانكم كريم. ضيفنا اليوم ضيف مغامر ومتميز. ضيفنا اليوم ولو طال انتظاره محمد درويش. مرحبا محمد، اسمك، عمرك، تحصيلك الدراسي وعملك. حياك الله ابراهيم، ربي يحفظك. ابراهيم شوراب الغالي اللي تميز بهذا البرنامج عن بقيه، ولو هو تقلد بس يبقى ابراهيم الاصلي حبيبي. اسمي محمد الدرويش، اللي الشهره الاسم ذاك اللي الناس تعرفني به بالوثائق وغيرها، اللي هو محمد راضي درويش. والنعم. الله يحفظك. وتحصيل الدراسي بكالوريوس انجليزي ودبلوم ميكانيك هندسه بورت. ما شاء الله. حياك الله. عمرك وعملك؟ عمري حاليا راح يصير 31، وعملي هو موظف بالدولة في شركة النفط. ما شاء الله، ربي يوفقك. الله يحفظك. محمد، كل انسان عنده فوبيا وكل انسان يخاف من شغله. ما شاء الله نشوفك تحير وين تروح وما تخاف من شيء، شنو اللي يخوفك؟ والله ابراهيم، بس قلت لك الاعداء اللي هم يخافون، اللي دائما يشتغلون من وراء ظهرك ويكيدون لك المآمرة وانت غافل عنها. اما البقية كلها ما تخوف. والله من جتك هاي؟ يعني هاي حب الاطلاع والمغامرات من جتك؟ هو الهواية، اذا هوايتك من الصغر انت هيك تحب المغامرات وعايش بريف وعايش يم زرع ويم حيوانات، اكيد راح تنام عندك وتظل عندك مثال الأعلى. قلت لي عمرك 30 سنة، ما شاء الله بعدك صغير، بس مرات نشوفك مشيب، مرات صابغ شعرك، ما أعرف شنو الفيلم؟ إبراهيم هذا مو صبغ. زين. بس هذا الشيب. لو ترجع للمقاطع السابقة مالتي قبل سنة ما تلقى هذا الشيب الكثير اللي قاعد تشوفه. بعد شنو اللي خلاك تشيب؟ اللي خلاني أشيب هذه المغامرات اللي سويتها بالمقابر، بالسراديب، فك السحر، هاي أثرت علي بدرجة 99%، لأن ما كانت عندي خبرة كلش عالية فتح السحر، وأني أصور هذا السبب اللي خلى الراس أبيض. زين محمد، رحت أماكن هواية غريبة وحرت جزرت، الكل مكان أكيد إلى رائحته المميزة، شنو أغرب رائحة شميتها بمكان؟ الله، سؤال جميل يا ولد. حلو. طبعا ماكو الروائح اللي تشتمها، مثلا عطر المزارع، المياه، غيرها، جدا تبعد بنفسك الطمأنينة والراحة. لكن اكو مكان غريب جدا، غريب، اللي هو كهف الطار. هذا من دخلت له كهف الطار هذا دمر بالرائحة مالته، لان كانت به مجموعة من الخفافيش والرائحة مالته نتنة كلش، والمحيط مال انثى الخفاش كان تارس الكهف، فجدا اشمعزيت من هذا الكهف. هو هذا سبب رائحته يعني؟ هي سبب رائحته هذا من المحيط مال الانثى الخفاش، هذه مشكله اللي يستخدمونها بالسحر وغيرها. فهنا يتراود لي وانا داخل الكهف، ما ادري يا ولد، يطلع لي حيوان غريب من هالرائحه، مسكون فعلا هذا الكهف، بس دخلنا له وصورنا والحمد لله ما صار فينا شيء. الحمد لله ظلت لحد الان بخشمي. زين، هل يعتبر هذا المكان هو اغرب مكان رحت له؟ لو شنو اغرب مكان زرته؟ اغرب مكان زرته اللي هو تل حفيظ. تل حفيظ من زرته هناك المناطق بجنوب العراق عشائريه، ودائما اهل الريف ما يكونون مطلوبين، قاتل ومقتول، هذه الامور اللي يصير عندهم. فدخلت للمنطقة، هذه المنطقة كنا بيها مبدلين ومرتبين، ومن يشوفون واحد مرتب هيك معدل بهاي يعني يحسون بخطر انه هو مو من بيئتهم. اكيد جاي من غير منطقة، جاي يقاومهم. لا مو جاي يقاومهم، بس يعني يحسون بخطر انه هذا مو من بيئتهم. مو من بيئتهم بالضبط. اذا اكو عنده شيء، واحنا هم كان عندنا سلاح ويانا، اكيد يعني الخطر يحوم حولنا. حلو. فطلع لنا شخص لابس دشداشه، واحنا كنا بالابلام نفتر بطن الهور، هذا حاول كل وسيله يسلبنا، كل وسيله. حلو جدا. وشنو صار؟ كادر وغيرها من الامور، بس الله سبحانه وتعالى اتصل بجماعته مره مرتين ثلاثه رات، بس يوصل حتى يوصلون جماعته انه ما قدر. اخي شي قلنا له بالشختوره اللي بالمشحوف، اخوي ضبولها شلون ما كان، بس خلينا نخلص من الشخص هذا. وشاف السلاح، بعدين سحبنا السلاح احنا، خلصنا منها، طلع على الروح يا ولد. عجيب، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا ولد. محمد، نمت 14 ساعه بقبر،
ومتت يعني مريت العفو بمراحل الموت شلون من التغسيل عمرك طويل ان شاء الله لحد ما نمت 14 ساعه بقبر. شنو اغرب شيء صار وياك انه انت ما ذاكره للناس ولا ذاكره بحلقه؟ ابراهيم اللي اخذوني من منطقة المغيسل بعد ما غسلوني وكفنوني وحطوني قدام هذا السيد اللي يصلي علي، فبدأ اسمع الصوت مالته واذا بجسمي كله بدأ يكزبر وشلون المرتخي زايد وبدأ يطلع من التابوت شوي شوي كله نمى جسمي وارتفع للسماء حسن بي الله شاهد على قولي. قلت يا درويش جاك الموت، يعني صار صدق لا محال. التفتت على بعد وخرت الجفن من وجهي والتفت على السيد واذا بالسيد يأشرني ارجع يعني ماكو شيء. عجيب. اطمنت ابراهيم بعدنا عدل قلت له يا بسير زين سويت. كملت يعني هاي بدايه الخوف وانا مكمل. كل مغامراتك هي كانت ناجحه لو عندك مغامره رحت لها ولقيت فشل بيها؟ السؤال هذا جدا راقي وحبيت تسألني هاي السؤال حبيبي. طبعا ابراهيم اكثر المغامرات ما تروح لها ما تعرف عنها شيء بس سامع عنها سمع، ما تدري بخطورتها، ما تدري بالقوة الامنية تمنعك لو ما تمنعك، هل المكان اللي وصفوه لك هو حقيقي او وهم؟ لذلك انت تروح تاخذ الكاميرا ما تكتش عنها والكادر وغيرها الى ان تنطلق لهذا المكان تلقاه وهم يا ولد تقطع لك 1000 كيلو متر ايش رايك؟ عجيب. على 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 مغامرة وما تلقاها، يعني 1000 كيلو متر حسبناها من بيتنا الى ان وصلنا للمنطقه. كم مغامره تقريبا عندك فاشله؟ ما يقارب 15 مغامره فاشله ما حصلت بهن اي شيء. وهي جهدها ومصرفها وهاي الامور، جهدها ومصرفها وتعبها والارق اللي بيها وما تحصل شيء، بس هذا ما يمنعك انه انت ما تواصل اللي تريده. زين محمد، على طاري المصرف مات المغامرات وهاي الامور، انت اكو احد يدعمك؟ لو انت من جيبك تصرف؟ لو شنو الموضوع؟ ابراهيم تابعت هواي يوتيوبريه على اليوتيوب وشفتهم شلون البلدان اللي ينتمون الها يهتمون بهم من ناحيه التشجيع سواء كان معنوي او مادي، ينطونهم هسه احنا الماديات خلينا منعتها لكن نحكي عن المعنوي مثلا. طبعًا اليوم طبعًا. اذا دعم معنوي ها احسنت، هو التكريم، تعطيني كتاب تخويل من السيطرات تعطيني غيره بالضبط حتى تروح براحتك تستكشف. بالضبط الدعم صفر، ماكو اي دعم من اي جهه نهائيا، ما يقول لك تعال خليني ادعمك. واني اعتب على شغله وحده، انت هذا البرنامج اللي اشتهرت بيه اني هو المغامرات، تجي قناه من القنوات المشهوره تقلد هذه المغامرات وتعطيها الشخص هو مو ملم بيها، انت القناه نفسيتك لو ما اخذتني اني صح ملم صح بيها اكثر راح ابدع بيها. هو احنا كلنا نعرف البرنامج بالعراق، عندنا اثنين يمكن بالعراق اللي هو انت وفريد لفته اللي مشهورين بهذا المجال. دخلنا واحد ثالث ما نقدر نحكي بيه لان خاف يصير له. ما اعرف والله انا اللي اعرفه هو انت وهو، تحياتنا له مهما يكن. الله يحفظه ويحفظ فريد لفته. محمد سهيل اذراعك اليمين له حصه من ارباحك وارباح اليوتيوب، شنو موضوعها يمك؟ يا ولد سهيل حبة شيء قنوع حبيبي الله يحفظك. انسان جزاك الله، انسان راقي بمعنى الكلمه، ما يوم من الايام اجاك وسالك ايش قد حصلت القناه او دق عليك انه انا اريد جزء من الارباح، فهو شخص شنو اللي اعطيه قابل بي. وبدوري انا اذا صاحبك حلو لا تاكل كله ما ابخس حقه يا ولد، متقاسم خبزه من زمان. فدوى لعينك، زين ارباح اليوتيوب مجديه لو ما تستاهل هذا التعب؟ ارباح اليوتيوب جدا محسودين عليها ببلاش يا ولد، جدا ثمنها بخس يا ولد. صحيح والله حتى صحيح. بالكاد يعني السد المغامرات اللي احنا قاعد نسويها، قاعد نصرف طعام ونصرف بنزين ونصرف جهد ويطيح واحد عندنا مريض اثناء السفر، وهذه كلها بالاضافه للعطلات مال السياره اللي هو عطل واحد ياخذ لك مال شهر كامل. صح من الارباح. زين محمد، انت تروح لاماكن خطره كلش وما شاء الله، يعني الله يحفظك ما شفنا انه صار بيك شيء لحد الان. يقولون انه انت شايل حرز او خرز او فتشي، سولف لنا اذا اكو نريد نشوفها شنو عندك يا ولد. شوف يقول من قال لا اله الا الله حصني، انا اقول لا اله الا الله وهي حصني، بس بعض الشغلات اللي احب اشيلها اللي هو حجر عباس اباد اللي يطرد جنون النحس دائما، هذا تشوفني
لابسه، بس اليوم ما جبت يا ولد، نسيته والله حرامات، كان المفروض نشوفك. اي فشيء جدا راقي، ودائما اخليه هو وآية الكرسي للحفظ. يا ربي يحفظك. الشغل معب. سمعت مره انه انت العصفوره قالت لي طبعا انه انت كنت تشتغل بماكينه مال ازبري. صارت وياك فقصه حلوه بوقتها، شنو صار وياك؟ ماكينه مال ازبري طبعا الشغل اللي اشتغلته هواي هواي كلش هواي. ومن ضمن الشغلات اللي اشتغلتها هي ماكينه مال ازبري، نصنع بها ازبري ونبيع على الاطفال، بائع السعاده ولكن ليس له سعاده. حلو. اغرب حادثه صارت لي بمكينة الازبري يا ولد، جيت بالسوق بسوق العماره بال 2004 وكنت ابيعا، فمر الرجل البريطاني اللي هو كان احد دول التحالف على العراق، زين. امريكا وبريطانيا وغيرها، فاحنا كانت عندنا بالعماره بريطانيا، زين. اي يا ولد، من مر هذا الرجل صارت اشتباكات بينه وبين المدنيين، زين. انا من خوفي على ماكينه الازبر لان هي العيشه الوحيده اللي عندي، زين، حاولت احميها. اخوي ظل يعني نسيت روحك؟ نسيت روحي، اخوي ظل بالسوق وانا ادفع بالماكينه مال الازبر حتى اوصلها اعبرها السايدين وامشي لاهلي. فصار الرمد كثف وين؟ بالسايدين اللي انا بي. سويت بعد انا ردت احميها، خليتها هي تحميني، صرت انا وراها يا ولد، والرصاص منا ومنا. والله يعني موقف ابراهيم يبكي، كان محمد الدرد هذاك، تذكر محمد الدرد الفلسطين؟ يعني انا صرت محمد الدرويش ومحمد الدرد. محمد الدرويش ابو الازبري. الله اكبر، الله اكبر. الله يحفظك حبيبي. مره لقيت باحد مغامراتك رفات مال شهيد عراقي، وين وديته؟ شنو صار بوقتها؟ لانه وقتها انت نزلت بوست ومسحته ورا ساعات بالضبط. يعني ليش ما استمريت بهذا الشيء؟ ابراهيم يعني هاي المغامره اللي طلعناها للطيب هي منطقه محظوره بها الغام، بها رفات شهداء، لان كانت منطقه حربيه، جبهه حرب ما بين ايران والعراق، ساحه حرب. فاللي طلعوهم، واللي ما طلعوهم اندثروا، واللي ما جوهم اهلهم راحت سعقوا بصرف الدبابات وغيرها. فتره من الفترات جانا سيل بالعماره كلش قوي، جاء ميران على العراق، فاحنا كنا هناك، تفاجات لقيت الشفل يحفر وناس ملتمه وغيرها من الامور، واذا بشهيد ملابس عراقيه، ساعته القديمه السويسريه، والمشط مالته بقى مكسر يا ولد، وبعد شغلات لقينا وياه. فاخذت له صور ونشرت انه على اساس انه ردنا مثل ما يقول نبينه للناس. فبعدين جاء اتصال وغيره من الامور، طموا السالفه وما لك غرض بهاي العلاقات، دخلت بيه شغله اعزاب، يا ولد يا ولد، خفت قمت ها 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 ارجف، شنو يا ابي؟ انا ما مسوي اي شيء لحد الان، حتى ما رحت جبته. اخي شي بلغنا بمركز الشرطه، ومركز الشرطه اللي هو لقى اهله، يمكن لقاهم ما ادري وين يا ولد، بالحلة ما ادري ايش، يعني بهالامور هاي. زين محمد، ما رايك اكلت ابو بريص؟ ما تقول لي شنو طعمه كان؟ ابو بريص الطعم مالته يا ولد، قبل لا نبدا بالطعم مالته، طبعا هي المغامره وصلت مليون. اول شنو اللي خلاك، شنو اللي خلاك تاكل؟ طبعا انت شوف، من تريد تعيش في المناطق الصحراويه على اعتبار انه شنو اللي قدامك تاكله، لان بالمنطقه الصحراويه ما يوصل لك نستله، لا توصل لك بيبسي، لا يوصل لك غيرها من الامور. مو انا اخذ لك انا. تتمزمز بالبريصيات. تتمزمز بهاي الامور يا ولد. واكلت هيك طبعا حتى ابين انه طعام الصحراء. مو من باب انه انا ما اؤمن بالحرام وبالحلال وغيره، لا، بس ابين انه هو هذا طعام الصحراء. تكون بالصحراء لازم تحتاج عليه، الطعام مالته كان جدا مقزز، اللي هو مالح على شوي بمصوخه، يحتاج له شوي تحطه على الفحم، يعني نص استاو تاكله. يعني خياراية فوقها ملح. بالضبط هذا الطعم مالته، خيار علي ملح يا ولد. محمد، منو افضل يوتيوبر عراقي؟ افضل يوتيوبر عراقي برايي عبقرينو، صاحب القرعه اللمعاء واللحيه السوداء، اللي هو انس ابراهيم. تحياتنا الى القريب عبقري انس ابراهيم، لان جدا راقي وما يخدش الحياه، ولا عنده كلمات مؤذيه، صح، ولا مخادشه للحياه. فتشي
حلو زين محمد، منو أسوأ يوتيوبر؟ أسوأ عراقي؟ يوتيوبر عراقي يا ولد ما أقدر أجاوبك على هذا السؤال، بس ليش كل اللي يجوا يجاوبوا على برهم ما أقدر أجاوبك على السؤال ليش؟ لأن أنا ما أرد أحب أرد أنتقد لفت شيء. أنا أقول لك شنو راح أنتقده، ما أحب اليوتيوبر اللي يقعد خلف الطاولة مالته ويبدي يسقط بصاحبه اليوتيوبر. أنت ما عندك شيء وذاك ما عنده شيء، إحنا بعد أيام نتقاتل بيناتنا، فإذا أذكر لك اسمه هسه أنا راح أناقض نفسي بنفسي، ويعني أنا لعد أنت الوحيد اللي مستثنى من أحسنت. هذا السؤال إي هاي اللي عندك. ثانك يو تدلل حبيبي محمد، انت احد النجوم اللامعين بسماء اليوتيوب العراقي، واحنا كلش نفتخر بيك. محتواك يبين للناس وللعالم اجمع شنو اكو بالعراق من اثار ومن اماكن اثريه ما مسلط الضوء عليها. فنشكرك بدورنا، وانا اشكرك جدا لانه لبيت الدعوه وشرفتني ونورتني يا الحبيب محمد درويش. ربي يحفظك وجزاك الله خير، والى اللقاء. في دول قلبك، وانتم متابعينا نشوفكم بحلقة أخرى ويا ضيف آخر. السلام عليكم.